حضراتكم في حلقة جديدة من برنامج كبسولات غذائية. الحقيقة النهاردة أنا هكلمكم عن موضوع مهم جدا بيضايق ستات كتير أو ناس كتير بتاخد الموضوع على أعصابها، وهو مشكلة الحيض في شهر رمضان الكريم. ستات كتير بيكون فترة الحيض في شهر رمضان تيجي في ساعة الفجر تقوم تيجي تشرب كوباية المية وتقرر إن هي تمسك عن الطعام والشراب في الفترة اللي ما بين الفجر، من طبعا من ابتداء من أذان الفجر لغاية أذان المغرب. والحقيقة الموضوع ده طبعا غلط جدا، صحيا مضر بالنسبة للجسم، لأن دي رخصة ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا، ويستحسن طبعا أو لازم واجب علينا إن احنا نستفيد من الرخصة دي. فترة اللي ما بين الفجر والمغرب بالنسبة للسيدات التي بتكون في فترة الحيض في الوقت دوت، طبعا مش هنقول ان هي تقعد تاكل وتشرب قدام جوزها وقدام ولادها، ولكن تاكل في حالة من التخفي، وضروري جدا ان هي تستخدم الرخصة دي حتى لا تضر الجسم. الحقيقة طبعا جالي اسئلة كتير في الفترة اللي فاتت عن بعض الحيل اللي بتعملها بعض السيدات علشان تصوم شهر رمضان كاملا وتبتعد عن ان هي يجي لها الحيض في الوقت دوت، فبتعمل حركة سيئة جدا وحركة لها اضرار كبيرة جدا على الجسم، ان هي بتاخد بعض الادوية اللي بتؤدي الى رفع دم الحيض وعدم نزوله. في الحقيقة طبعا ان الادوية دي بتبقى عبارة عن هرمونات لها اضرار كبيرة جدا على الجسم، بتؤدي الى حدوث لخبطة بصورة كبيرة في الهرمونات بتاعة الجسم، وبتؤدي الى احتباس السوائل في الجسم. لذلك السيدات اللي بتفكر ان هي تحاول ان هي تنزل وزنها في شهر رمضان الكريم، او ان هي تعمل عملية تنحيف لما بتاخد الكبسولات دي عشان تمنع الحيض، بيؤدي الى زيادة الوزن بصورة كبيرة، احتباس السوائل، اضطرابات نفسية كبيرة بالنسبة لها. لذلك فترة الحيض في رمضان مفيش فيها أي مشكلة بالنسبة للسيدات، دي رخصة لازم إن احنا نستغلها، وبعد كده الأيام دي يتم قضائها بأي شكل من الأشكال على مدار السنة كاملة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة